سي جي دي اول تظاهر في المجتمع المدني رانا فيه حبوا يشوفوا يطبقوا مشاكل نتاع السياحه في تونس ثم مشاكل كثيره ما ثم حلول للمشاكل هذوما وحنا قاعدين نخدموا عليهم عندنا برنامج احنا 5 سنوات وعندنا برنامج قصير المدى فيه مشاكل التكوين مشاكل الترويج مشاكل المجونية رفنا بعض المشاكل هذوما وهنا قاعدين المالية وزارة المالية وزارة السياحة والمهنيين في الأمر غير وإن شاء الله في مدة شهر ونص شهرين خرجوا نقول لكش قرار أما معناها أن بروجي دو لوا اللي نقدموه للمجلس النواب الشعب إن شاء الله يتصرف عليه. بالنسبة للوضع الأمني مهم ياسر وهذا الحكومة كلها لهي به وهذا من أولويات الحكومة هذه خاطر ما غير ما نفضوا مشاكل الأمن كما نفضوهمش ما نفضوش مشاكل الاقتصاد ما نفضوش مشاكل السياحة اللي هي كيف كيف تابعة للاقتصاد. دونك ثم خدمة كبيرة قاعدين يعملوا فيها وزارة الداخلية وزارة الدفاع ورئيس الحكومة قاعدين يقدروا السياحة ماهيش كان ثم أنواع السياحة نتاع السياحة ثم سياحة سياحة الشطوط والبنيات ثم سياحة صحراوية ثم سياحة نتاع لي جولف نتاع لي كروزيير نتاع الاركيولوجيك والكلتوريل هذوما الكل لازم نطوروها هما موجودين اما كان يعملوا على كل موضوع يعملوا على الدوله مش معقول زاد الدوله هي تعطي لامبولسيون الاولى تعطي لامبولسيون وتشجع ومن بعد هما المهنيين هما اللي باش يخدموا في الميدان هذايا اما احنا نحكيو على مشكله النظافه مشكله الامن مشكله هذا كله يهم الناس الكل ما يهمش كان القطاع السياحي يهم التوانسه الكل دونك هذاك حكيو الصناعه التقليديه مهمه ياسر والملاحظات نتاعهم يلزمنا باش ناخذوهم بالاعتبار ولاش نسمعوا فيهم احنا نسمعوهم باش ناخذوا بالاعتبار بالملاحظات نتاعهم قاعدين نخدموا عليهم توا قاعدين ناخذوا القرارات باش نقدموهم للمجلس النواب الشعب والسنه الحاليه بون صاروا مشاكل خارج تونس اللي هما باش ممكن يعطوا شويه القطاع السياحي اما ثم مؤشرات ايجابيين اللي هما